في مراتب دفعت 40 الحوش برا ما في مراتب بلدنا ما فيها مراتب اللوطة جوا ما فيها مراتب حرام ولا شنو؟ ها؟ كان يطلع حرام مراتب؟ عبد السلام يا عبد السلام عبد السلام عبد السلام يا عمر عمر تعال نعم اسمع انت المراتب بتاعت البيت دي وين اللي بتاعت الحوش اللي بتاعت البرنده اللي بتاعت الاوضه المراتب دي فاتت وين؟ ما عارف ما عارف كن معناه انت مشيت تلعب برا وخليت الباب ده فاتح جا حرام شال المراتب دي ما عارف ما عارف طيب عبد السلام وين؟ ما عارفه امس عبد السلام ده كلمتك قلت لك ما تخليه براو لانه عارف ممكن يعمل لنا مشكله المره فاتت دخل يده في الكوبسي لغايه ما مشينا ودينا الحواس ودينا المستشفى مره فتح مؤسسه الحله دي كلها خلاها غرق الحله هذيك كده كلمته قلت لك ما تخلي براو هسه بكون وين؟ اي ما عارفه ما عارف انت اسمك منو؟ عمر بس دي عارفه خلاص طير امشي حبيبي نحنا اتلاقينا مع الله في خيالي وفي شعولي ألف مالله ألف مالله بين جنحات السحاب بين جنحات السحاب وحدنا ألف مالله السلام ألف مالله عبد السلام تعال يا اخي مالك ما كرهتني انت وعذبتني يا اخي مالك؟ ده شو انت بتعمل فيه ده يا اخي؟ ما غني؟ عذبتني انت عذبتني خليني من الغناء عذبتني انت عذبتك كيف يعني؟ انا البيت ده اخلي لك ما تخليه والبيت ده ما ولسه انت عندك جزء انا عندي في البيت ده ولسه ما تخليه ما تخليه مالك انت؟ ما كرهتني مالك؟ قبل كم يوم انت مش دخلت يدك في الكوس بتاع الكهرباء طفطفت لنا البيت ده اسبوع اننا ما عارفين اللي حصل اذا كان الكهرباء قوته ضعيفه انا مسويتنه قبل كم يوم مش فتحت مواسير الحله دي كلها بعد ما جيت دخلونا في الفرن لكن الشجل الحله كله بقى ناشف الناس ما بيسقوا الشجل عشان كده اضطريت انا اتلف في بيوت الحله وافتح المواسير كلها عشان الشجل يشرب مويه زول من ناس الحله راضي احرسك ليماف الشفع بيقولوا اشرد منك ليه؟ ما قادر يحرسوك لأنك صعب يا أخ صعب التظل ما ممكن يحرسوك لا لا أنتوا صعبين والله أنتوا بس ما فاهمين أي حاجة والله والله أنتوا ما فاهمين أي حاجة بس ما بتعرفوا حاجة بس أسألك عليك الله شال المراتب من البيت ده كله ورأس المراتب دي كده ليه؟ أول حاجة المراتب ده أنا ما جاي فنكها ساي لسببين السبب الأول ده لحقق واحدة من أمنيات أمي أمي زمان قالت لي الله يعلم مراتبك الحاجة الثانية في صالحك أنت عشان اولاد الحله لما يلاقوك يقول لك يا سلام اخوك عبد السلام تبوء ملاتب عاليه